هاي اللعبة اسمها الشطرنج، شفتوها قبل في صورة ميسي ورونالدو أكيد. وهاي اللعبة ممكن تنقرض. واو أحمد، أنا ما بعرف شو يعني شطرنج. الشطرنج هي لعبة صار لها فوق 1400 سنة في العالم. هيك كان شكلها زمان، شوي مختلف، بس هذا اللي كان يقدر عليه جدادنا. اللعبة خرافية كثير مشهورة، وفي كثير مسلسلات وأفلام عملت عنها. وترى اللعبة هاي صعبة. أول إشي لازم لما تبدأ اللعبة يكون ترتيب القطع بالضبط صح كل مرة. فالقلعات على الزوايا، جمهم الحصان، جمهم الفيل، جمهم الوزير، جمهم الملك، وقدامهم الجنود. في فريقين، عندك فريق أبيض وفريق أسود، وكل قطعة لها شروط معينة، كل قطعة غير. واللعبة هاي ممكن تنقرض بسبب الغش. ترى الموضوع مش بسيط، الغش ممكن يخلي أشهر لعبة بالعالم تبطل تلعب. شعور إنه حدا يفوز لأنه غش بينما أنت جد بتتعب، شعور مستفز داخليا. عشان أعطيكم مثال، لعبة ببجي الأولى اللي بعرفها كانت من أسرع الألعاب انتشارا في العالم، واليوم ما حدا بيقرب عليها بسبب الغشاشين والهاكرز. هلا لك تغش في اللعبة هاي على نسختها الأونلاين كثير سهل بصراحة. بس هون احنا بنحكي عن إشي ثاني، بنحكي عن غش باللعبة الحقيقية اللي بتصير في الحقيقة. قبل ما أحكيكم قصة الغش بالشطرنج، بس حاب أحكي إنه أحضر الفيديو كامل، لأنه بنهاية هذا الفيديو بفوز على واحد كثير لعيب بالشطرنج، ويمكن أكون غشيت. ها؟ كيف يعني في ناس بتغش في الشطرنج؟ مستحيل مستحيل. أول شيء تعرفوه، هذا الشخص اسمه ماغنس، بطل العالم الحالي في الشطرنج. إنسان ذكي، كل صورة بتشوفه بتلاقيه بيفكر، بتحس كأنه قاعد بيشم ريحة غريبة دائماً. إنه هلا هذا الشخص اسمه هانز، هو شاب مراهق بيلعب شطرنج. هلا اللي صار إنه ماغنس هانز تمعوا في لعبة شطرنج حقيقية في الحياة الحقيقية، وهذا المراهق المغفل قدر يفوز على ماغنس. واللي صار بعدين كان كثير غريب. ماغنس ينزل تويت ويعتزل ويطلع من البطولة كاملة. وات؟ شو؟ ماذا؟ أيوة صحيح، بطل العالم لأول مرة في التاريخ يتراجع عن البطولة. فالكل فهم شو؟ كل فهم إنه هانز واضح إنه بغش. تن تن تن. اي حد حاب يشوف اثباتات كيف انه هذا الشخص غشاش، حاط لكم لينكات في الديسكربشن. مثلا واحده من الشغلات انه موقع chess.com حضره من كثر ما بيغش على الموقع. بس استنى شوي، كيف ممكن الواحد يغش بلعبه حقيقيه؟ لهلا ما حد بيعرف بالضبط، لكن اكثر تفسير منطقي انه في شخص تاني كان يحضر البث المباشر للعبه وبيغششه. كيف بيغششه؟ عن طريق جهاز رجاج محطوط في مكان معين على جسم هذا الزلمه، مكان ما حد بيشوفه تحديدا، جوا طاقيته، في طاقيه طاقيته، كان يلبس الطاقية. لا بس حرفيا بيحكوا انه كان حاطط اشي في جعبته يعني. فانا قررت اعمل شغلة، قررت اجرب بنفسي. اوكي للتوضيح، انا كان قصدي انه اجرب الغش، مش اجرب موضوع الطاقية. في شخص واحد بعرفه ممكن يساعد لي، وهو يعني زلمة مهندس، يعني بعرفه من ايام دراسة الهندسة، بس هو مهندس حقيقي مش زيي. بس يا رب يرضى يساعدني. فوت. اوكي معاذ، شو اخبارك؟ قبل ما تيجيني كنت كويس الحمد لله. هاي غرفتك؟ صبر والله لا تمت قبل ان تكون ندا. الله عليك، تعرف محمود درويش انت يا جاهل؟ بالله عليك تعرفه؟ رابر هذا. ليس لاسمك او لوجهك هاهنا. بدك تساعدني اسوي هي الشغلة اللي نغش في الشطرنج. طريقة نغش في الشطرنج. مع مين بدك تلعب؟ في واحد بدي ألعب معه، واحد كتير لعيب. شوفوا بالفترة الماضية أنا عم بتعرض للتنمر من شخص معين، هذا الشخص اسمه مهدي، طلع على الشرق في عينيه. هلأ نحكي الحق، الزلمة فاز علي كتير شطرنج في الفترة الماضية، والموضوع قاعد كتير بيستفزني. ليش؟ لأنه لما تشوف هذا الشخص بحياته الطبيعية تشوف أنه بالمرة مش ذكي. طلعوا عليه، طلعوا انظروا، لازم احط حد للموضوع. اسمع معلش، في عندك حل؟ تمام، ممكن نستعمل اردوينو. هلا معاذ صار يحكي شغلات كثير قويه، شغلات يعني هندسيه، فاهمين كيف؟ انت مستوعب ايش انا بحكيه ولا لا؟ بكره مستوعب.
وهيك معاذ بلش يشتغل على مشروعنا، ويعني قعد معاذ يترجاني اساعده. بتعرفوا كيف؟ يا اما بتحل عني وتخليني اعرف اشتغل. انا بساعدك. معلم روح اطلع، اذا بدك الشغل يجهز بكره انا بحكي روح اطلع برا. يلا. وضل هيك يعني ساعة زمن يترجاني اساعده، بس بتعرفوا كيف انا كتير مشغول فاضطريت امشي. طب شو صار معك؟ سويتها؟ 100% كل شيء هون جاهزين. امشي. جد؟ وعمل معاذ اللمسات الأخيرة، وطبعا أنا حاولت أساعده قد ما بقدر. صار هذا الخط مشبوك على مدخل، وهيك يعني صار عندنا نسخة تجريبية. واللي حيصير إنه في ضوء رح يكون مخبى في مكان معين، هذا الضوء معاذ بقدر يغششني عن طريقه. كيف؟ الضوء رح يرمش بطرق معينة رح تحكي لي كيف أحرك القطعة. نفترض بدي أحرك قطعة من هون لهون، أي من مربع A2 لمربع A3. الضوء لازم يضوي مرة يعني حرف الـ A، بعدين حيضوي مرتين يعني رقم 2، فهيك رح نبدأ من مربع A2، بعدين الضوء رح يضوي مرة يعني برضو A، بعدين رح يضوي 3 مرات يعني A3، فهيك صارت الحركة اللي لازم نحركها A2 لA3. قبل ما ألعب مع مهدي اللعبة الحاسمة بدي أجرب هذا السيت اب كله على شخص معين. طبعا معاذ رح يكون متخبي في الغرفة اللي جنبي، انا حكون قاعد هون، عدوي راح يكون قاعد هون، في كاميرا مراقبه عشان معادي يشوف كل الحركات، وجهاز الاستقبال راح يكون مخبى تحت الطاوله. يا هلا والله. هلا الشباب طيبه الصبايا. فايش فكره الفيديو؟ انه اتعلمت حركه شطرنج بتفوز لي كل جيم، مستحيل اخسر، فهمت؟ جد تحكي حرفيا؟ شو الحركه هاي؟ طريقة كيف انت تعرف شو النيكست موف جوا راسك زي بالاي اي. قبل ما تبدا اللعبة بدي احكي لكم عن ابواب. اذا انت عايش في السعودية، العراق، الاردن او مصر، فهذا الكلام كثير مهم لك، والموضوع في كاش. اول شيء ارجوك لا تحكي انك ما بتعرف ابواب. ابواب هو اقوى تطبيق تعليمي في الوطن العربي كامل. اذا انت طالب مدرسة وما عندك ابواب فانت مسكين حزين. طلعوا رئة الطالب اللي ما عنده ابواب، طلعوا رئة الطالب. اسف. هلا لازم تعرفوا انه دوري ابواب على الابواب. وهذا الدوري رح يبلش ب 26/3 يعني خلال رمضان. كل عليك تعمله تنزل ابواب، تعمل اكاونت وتعمل فريق لإلك عشان تبلش المنافسه. وكل نهايه اسبوع في جوائز كبيره ممكن توصل لالاف الدولارات. واذا انت بتحب تكون لحالك ممكن تعمل فريق لحالك. ترى انا مني وعلي فريقي صار جاهز، حتلاقوه جوا المنصه، اسمه فريق ابو الرب، وانا بدي افوز الجائزه يعني. انا ماليش دخل، ححاول. نزلوا ابواب، اللينك في الديسكربشن، وروحوا كملوا الفيديو. حاطط الكاميرا هون وهيك تصورنا. بلش اللعب انا ودويكات، وبعد 5 حركات بلش معادي غشش. والله جد حركها صح. وهيك بلشت اخزق بكات باللعبه وهو مش عارف ايش قاعد بصير. والله قويه هاي، والله قويه. من كثر العجقه دويكات صار يعمل ردات فعل غريبه ورا بعض. انت بدك هيك تعمل يعني؟ بس هيك يا اخوي. قوي. وكل اشي كان ماشي تمام لحد ما بس بدايه الجيم قاعد بارتد فيك. ايش اوكي، مش عارف كيف هذا الزلمه ما شك بشيء. اتوقع فكر انه موبايلي وقع، مش عارف، بس للاسف بسبب الوقع بطل الجهاز يشتغل بالمره، واضطريت اكمل اللعبه لحالي. اذا مو بيع وقع بس بلش يلعب من راسه لانه مش راح يوصلوا شيء. وبعد تقريبا ساعه من اللعب كيف هلا جهاز الغوش كان منيح لكن كان في عيوب وبصراحة لازم نطور. أول شيء فلازم طريقة الغوش في الشطرنج لازم يكون إشي لازم أطلع عليه، يمكن إشي أسمعه جوا داني أو أحس فيه على جسمي. ما بدي أطلع لأنه ما لازم أطلع على البورد، بقدرش أكون زي الأحول بطلع مكان ثاني. ودوكات غبي يعني لو أي حد ثاني كان لاحظ، فاهم؟ هلا اسمع، مبدئيا هي كانت تيستينج، فاحنا المهم انه عم تبعت رساله، تمام؟ هاي الشيء المهم. هلا كيف تتفسر الرساله عندك؟ بسيطه، بتتغير. الجيم الجاي رح تكون ضد مهدي.
وينه؟ ايش؟ صار لك 70 سنة تشتغل، خلص أهلي جاهزين. ليش قعدت كل هالفترة تضبط؟ انحرق السنسور، يعني راح يعطيك سيجنال انحرق، فاضطرينا نظبط ونكتشف من وين الخطأ. واضح انك بتعرف تشتغل. واللي صار انه استبدلنا الضوء اللي كان يضوي بمحرك رجاج، وهذا السيستم لازم اخبيه في مكان في جسمي عشان احس فيه، عشان اطلق الرسائل من معاذ. جيت البنطلون واسع يا جماعه. طاغيه عشان الزق هاي الشغله على رجلي. بس حاب احكي للمتابعين قديش بدي اقطع قديش رجلي حلوين. عم بتحول من انسان عادي لانسان سايبورغ، يعني زي كروندايزر. طلع انسان نص. كنت لا هاي لحالها. اوكي احضر الفيديو للاخر عشان تشوفوا رد فعل لما يشيلوا كل التاب. وهيك كل شيء صار جاهز. طبعا هذا الاشي هو اللي راح يهز حسب حركه الشطرنج اللي لازم احركها. يلا اعطيني. E7 2 E7 to E5. هلا اجى الوقت يا جماعه نتحدى مهدي ونفقع وجهه. وبدون اي مقدمات بدا الاكشن. فهلا اشوف الخطوه اللي اعطته اياها هي G8 F6. طبعا بعرف انه انا مبين عليه عم بفكر، بس فعليا الرجاج اللي على رجلي عم بهز وعم بيعطيه الحركه الجاي. يلا هز. بس مشكلته كثير بطيء. وحش والله زلمة. الحصان تبغى يحرك لهون، فاورب المفروض يحرك هذا الحصان لهون. اوه نسيته. والجيم استمرت بدون اي مشاكل. ايش فيه؟ مستعد؟ تشيك ميت؟ اتوقع تشيك ميت صح؟ يا منطق. فاز. اسمع مش مستوعبين لسه انه فاز. خلص خلصت. يعني. من كثر ما الموضوع كان صدمة لمهدي، ضل قاعد فوق الساعة على البورد لحاله. مستحيل. بحاول يفهم هو كيف خسر بالضبط. وهيك بكون أخيرا فزت على هذا المجنون، وأخيرا وليس آخرا الإشي اللي كلكم تستنوه.